السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير، هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. درس النهاردة شباب هعلمكم مهارة ما عملناش قبل كده على القناة، فكرة جميلة جدا باستخدام قلمين رصاص. أي حد في الدنيا ممكن يكون عنده قلمين رصاص، والأقلام اللي هي اللي قدام حضراتكم دي الأقلام المشطوفة اللي بتكون بشطفة زي كده، اللي يعني مثلا اللي بيتعلموا بيحددوا بها الكلمات كده، ان كان لون اصفر او لون فسفوري او لون اخضر فسفوري، اي لون. احنا معانا النهارده لون موف ولون اخضر فسفوري، وهنحتاج برضو لقلم جاف يكون لون اسود، قلم جاف يكون لون اسود. خليك معايا للنهايه وشوف هنعمل ازاي. هنكتب اسم زهراء مثلا، وليكن اسم زهراء، تعال نشوف هنكتبه ازاي. القلمين انت بتمسك القلم الواحد كده، فلما يكون معاك قلمين عايزك انت تعمل كده وتحط القلم التاني كده مثلا، وتخلي في فرق ما بين المسافه دي وما بين المسافه دي، اهي شايفينها، ممكن تصغرها شويه وممكن ايه تكبرها شويه، وتحط الصباع ده في المنتصف عشان هو اللي يكون ايه، هو اللي يكون واخد المقاس ايه المظبوط. احنا مثلا هنخليها مثلا كده، وهنكتب اسم زهراء. تعالوا نشوف هنكتبه ازاي بالقلمين الرصاص في البدايه، وبعد كده هننتقل للفكره على طول. هنكتب مثلا كده حرف ازاي، حرف الهاء، بناخد لقطه كده للكتابه بتاعتنا، وبعد كده بنستمر ايه في الكتابه اهو. والهمزة بتاعتنا المفترض، لو انا مثلا الاقلام عملت مني كده وانا لسه ما خلصتش الكتابة وعايز اخد بنط الكتابة، اخدها ازاي؟ اعمل القلمين كده بالشكل ده، واروح هنا على ايه اهو، بروح على جزء من الاجزاء كده واخد المقاس بتاعي تاني اهو، تمام يا شباب. وبعد كده عندنا حرف الهمزة هتكون المفروض بايه، بمقاس اصغر شوية، هنيجي نعملها كده. كتبنا الاسم، هنيجي ايه نحدد بس ايه الحاجات الصغيره دي، هنحددها كده اهي. القلمين الرصاص علشان يعرفونا شكل الاسم ازاي، وناخد زي ايه، زي لقطه كده ايه للاسم اهو. بنوصل الاجزاء اللي ايه اللي القلم ما جابهاش، نبدا ان احنا نوصلها. وهنيجي ناخد قلم من الاقلام وهنيجي نفتحه كده اهو، وهنيجي نعمل ايه بقى، شايفين انا هعمل ايه، هعمل كده وهعمل كده مثلا، وهعمل كده، وهاجي اعمل كده بطريقة عشوائية. ركز معايا للاخر وهت ايه هتشوف النتيجة بنفسك. أنا بعمل الحركات دي بطريقة إيه؟ زي ما قلنا طريقة عشوائية. خليك معايا للنهاية إن شاء الله الفكرة تعجبك وتخلي أولادك ينفذوها، أو أنت بنفسك إيه تنفذها. انا جيت عملت مثلا بالقلم كده اهو، هيجي بقى هنا ايه دور القلم الاخر، اي قلم عندك، او ممكن تعمل بثلاث اقلام اربع اقلام على حسب ما ايه ما انت تشوف. هنيجي نعمل مثلا بالقلم ده كده، والقلم ده كان كويس لكن ابني ايه الله يسامحه ويسامحنا جميعا هو ايه هو اللي بوظه مثلا، وليكن عملنا كده كل ده، وانا انا ماشي على ايه، على الكتابة بتاعتي اللي انا كتبتها بالاقلام الرصاص بالقلمين الرصاص اهو. الحاجات الفراغات جوه الفراغ بتاع القلمين الرصاص باجي اعيد عليه بالشكل ده اهو. الفكرة دلوقتي سهلة جدا جدا جدا. احنا كده دلوقتي خلصنا الكتابة بتاعتنا كشكل ايه، كشكل اولي، وليكن شكل ايه، شكل اولي كده. هنيجي نعمل ايه بقى، اللي هيدمج الكلام ده كله في بعض او الالوان دي كلها ببعضها هو اللون الاسود اللي هنختاره اللي هنعمل بيه. شايفين انا هاجي اعمل ايه، هاجي اعمل ستروك خفيف
حوالين الكتابة بالشكل ده اهو. الاستروك ده هو اللي بيحجم الكتابة بتاعتي، هو اللي بيحجم الكتابة بتاعتي. خليك معايا. انا الكتابة بتاعتي كده دلوقتي شكلها حلو، ولكن عايز برضو اعلمك حاجة تانية وهي الظل. الظل يعني ايه الظل؟ الظل بنعتبر مثلا الضوء جاي كده، الضوء لما يجي يضرب مثلا في حرف الالف ده هيضرب فيه هنا، فيبان الظل بتاعه ايه؟ الناحية التانية. فهنيجي نعمل كده اهو، الظل بتاع الحرف هو اللي هيكون ايه بالشكل ده، شايفين كده. احنا طبعا بنذكر الاشياء دي على عجاله كده، ولكن انت لو هتعملها طبعا هتبقى يعني مثلا لازم تاخد منك وقت. تيجي مثلا تعمل ايه؟ تعمل الاشكال دي كده، هتيجي بقلم كده وتضغط على القلم وتعمل الجزء ده كده. وبكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى اي حد شاهد الحلقة للنهاية انه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد ابو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. اكتب العبارة اللي قدامك زي ما قلنا بالطريقة اللي قلنا عليها، وهتلاقي في الديسكريبشن تحت او في صندوق الوصف رابط جروب الواتساب، تقدر ان حضرتك تكتب التمرين بتاعك وتعرضه على جروب الواتساب علشان الجميع يشوفه إن شاء الله. مع السلامة.